احنا محلنا كان السابق يم جامع سيدنا الخضر مقابل العدادية الشرقية، وكان محلنا موجود من سنة 1960. ايه بعدين انتقلنا شارع حلب سنة 1975، وظلينا بقينا لي سنة 90. بعدين تحولنا إلى منطقة السرشخانة في منطقة شارع خالد بن الوليد مقابل الأزيد دقيقة. احنا صارنا بهالمكان من سنة 1990. ما شاء الله 90. اكو يعني معامل من زمان؟ والله انا بالنسبه لي عندي هسه يجوني شباب، شباب مزوجين، كان اطفال اباتهم كانوا قاعدين على الميز يجون ياكلون. نعم. ايش قصة لك من رجعت فتحت بعمل؟ والله انا فتحت من 1/3 1/3. نعم نعم 2019 1/3. بس انت بالسوق انا انشاتك كمان؟ والله اني فتحت كان 2/3 كهربائيين فقط، وكان الشارع خالي كله حفريات وانقاض ويفتقر الى الخدمات. والله الحمد لله احنا نتامل، احنا طبعا كل اهل الموصل واهل المدينه القديمه لازم يحذوا حذونا، احنا لازم نجي ونضع بصمه. والله الحمد لله انا بالنسبه لي عندي معامل من زمان ويجوني من ليسر، يعني عاني. والله عندي الدبل ب 2000 ريال، وعندي الوسط ب 1000، والصغير ب 500، وعندي بور مضبوط، وعندي بوره قبل اللحم درجه اولى. انا الوحيد من موسى اشتغلوه ب 2000 ريال. نعم نعم والحمد لله. واحنا لازم نفتح ونشتغل حتى المنطقه القديمه من نشوف كثره عدديه بالمحلات. والله انا اتامل خير، يعني ان شاء الله كل المحلات راح ترجع. احنا قديمين هون منطقه شارع خالد بن الوليد، لحم عجي من عشتار قديم، يعني من ايام الحجي عمي اللي هو حج خيري اقدم واحد هون باللحم عجين. يعني اكو اقبال عليكم كثير؟ ما شاء الله اقبال، يجون من ليسر يجون لي هون. ما شاء الله. ايه شلون اللحم عجين طعمه؟ والله لحم عجين درجه اولى، لحم اللحوم الطيبات ياخذ درجه اولى. ايش قصركم بهاي المهنة؟ والله صار الحجي هو قديم من الخمسينات من الستينات. ايه وهسه اولاده عايش يشتغلون بالمكان. يتميز اللحم عجين باللحم عجين والبورق الدرجه الاولى البورق، يعني الاسعار يعني مليحه مناسبه. لا لا دبل ب 2000 والوسط ب 1000 والصغير يكون ب 500.